سكيمرز، حتى ما كان سكيما دي كده باترن فيكسد باترن بتميز طريقه التفكير بتاعي. قلنا في كونشس في اوتوماتيك ثوت، بعد كده بقى عندنا بيزك لاير اللي هي السكيما. السكيمرز مش سكيما واحده، هي سكيمرز كتير. طيب ازاي السكيمرز بتاعتك بتتكون؟ السكيمرز بتاعتك بتتكون بسببين، بسبب حاجتين. اوكي، اول حاجه من الحاجات اللي بتتكون السكيمرز النيتشر. بتشوفوا ان ناس قبايل الاطفال بيتولدوا بسبيسيفيك كاركتر، زي ان الطفل اللي هي من غير اي حاجه خالص بيتكسر زياده عن اللزوم، طفل على طول الريتابل، طفل على طول مثلا مور سوشيبل، مظبوط كده؟ ده ازاي؟ باي نيتشر. اوكي، الجينيتكس، الجينيتكس ربنا بيخلق ناس عندهم جينيتك بريديسبوزيشن ان هم يبقى عندهم سبيسيفيك بيهيفير. اوكي، هل بس الجينيتكس اللي بتحدد السكيمز بتاعتنا؟ زي الانفايرمنت، ده جين انفايرمنت بروتكشن، دي بتشكل السكيمز اللي موجوده عندنا. فانا بكون عندي جينيتك بريديسبوزيشن بيهيفير معين، بانتر اكت مع الانفايرمنت من طفولتي وانا صغير، وساعتها بتتكون بيتعامل معايا بشكل معين فبتتشكل عندي سكيما. فور اكزامبل، كويس، لو انا السكيما بتاعتي اسف ان انا باي نيتشر لطيف وظريف ودمي خفيف، كويس، وبقى بعمل بقى في انتراكشن وبضحك الناس كلها، اوكي، فمتوقع هبقى اكسبتد من اللي حواليا ولا لا؟ هبقى اكسبتد وهيكون الناس كلها بتهتم بيا. مظبوط، الاهتمام ده هيكون عندي كونسبت عن نفسي فيكسد، اللي هو ايه؟ انا لافابل، صح كده ولا ايه؟ اوكي، لو انا في اسره جاده بقى، انا بقى دمي خفيف جدا بس هم كلهم معقدين ومثلا واوبسيسيف وستريكت قوي مع الرولز، لا المفروض تضحك بالشكل الفلاني مش عارف ايه، هل نفس السوشيال انتراكشن هيخلي عندي نفس الاستيما ولا تختلف؟ هكون ريجكتد، على الرغم ان انا بريدسبوزد ان انا اكون يعني مع السوشيال فوبيا، بس ممكن من السوشيال ريجكشن يكون عندي ديفرنت استيما. اوكي، لو انا عندي جينيتيكالي شاي بتكسف، الاسره عملت ايه؟ خدوني في حضنهم بقى، ده بيتكسف فركنوه في جنب. اوكي، كده ثبتوا عنده الفكره ولا لا؟ اوكي، فانا مش هقدر اكون كويس، مش هبقى اكسبتد سوشيال. لو شجعناه بقى وبدانا نحطه في سوشيال سيتويشنز ما بقيناش كريتيكال وخليناه يتعامل مع الناس، الشاينس ده ممكن يقل. وبالتالي الباترن اللي هتتكون عنده هتختلف. اوكي، فالبرنتنج ستايل او الانفايرمنت او البيئه اللي اتعرضها اللي بنسميها سيجنيفيكانت شايلدهود اكسبيرينسز اللي بتعرضها الطفل بالاضافه للجينيتك بريدسبوزيشن، الاثنين مع بعض بيعملوا ايه؟ بيعملوا السكيمز، بتشكل الباترن بتاعت السكيمز بتاعتك. كل واحد فينا طبعا عنده سكيما، كلنا عندنا اوتوماتيك ثوتس، كلنا عندنا سكيمات بتتحرك في